انا سامي سعودي لا اعمل. حلمت برجل غريب كان يتحدث معي وكان بشوش الوجه. رجل غريب شو قلنا؟ الدنيا يتحدث معك تاتيك بما تتمنين. بشوش الوجه معناتها تاتيك بالخير وليس بالسيء. وكان بغرفة الضيوف معناتها أمر يعني أتمنى أن يكون فعلا شخص يا ها شوف أنا اللي يقعد معي ربع ساعة يصير يفسر. بغرفة الضيوف معناتها أمر يخص العائلة. يمكن الشخص يأتيك أو يطلب يدك يتقدم لك من أقاربك ربما وربما يكون هو من الأقارب لأنه خشب يعني مدام على الخشب ومن الأقارب ولكن ليس أقارب كثيرا لأنه وجهة اليسار معناتها الأقارب ولكن البعيدين. أتمنى يكون أحد يتقدم.